السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاتن عوض، مدرسة الرياضيات للصف الثاني في المدارس الفلسطينية المشتركة في الدوحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم القطعة المستقيمة والخط المنحني. لنشاهد معا هذا الفيديو. هيا بنا نتعلم عن القطعة المستقيمة، الشعاع والمستقيم. ما هي القطعة المستقيمة؟ القطعة المستقيمة هي عبارة عن خط مستقيم. ولماذا تسمى قطعة؟ تسمى قطعة لأنها تصل بين نقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية، مثل قطعة سكة الحديد الخشبية هذه. خط مستقيم له نقطة بداية ونقطة نهاية، ونسمي هذه النقاط بالأحرف الأبجدية. فإذا سمينا النقطة الأولى ألف والنقطة الثانية باء، يصبح اسم هذه القطعة المستقيمة القطعة المستقيمة ألف باء، أو القطعة المستقيمة باء ألف. بعد أن سمعنا الفيديو الذي يوضح لنا ما هي القطعة المستقيمة، وعلمنا بأن القطعة المستقيمة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، لنقرأ معا السؤال التالي. في صباح كل يوم في يوم دوام مدرسي، يذهب سالم وميسون إلى المدرسة، حيث يسير كل منهما في طريق ما كما في الصورة. صف طريق كل من سالم وميسون. ما هو شكل الطريق لسالم؟ أحسنت، إنها طريق مستقيمة وهي تشبه القطعة المستقيمة، لأن لها نقطة بداية منزل سالم ولها نقطة نهاية المدرسة، بينما طريق ميسون ليست مستقيمة، إنها غير مستقيم. إذن أيهما أقرب إلى المدرسة، سالم أم ميسون؟ أحسنت، إن سالم هو الأقرب إلى المدرسة. لنستمع معا إلى الأنشودة التالية ونتعرف على لقد استمعنا إلى ما هو المنحني وأين نشاهده. إذن ما هو الخط المنحني؟ الخط المنحني هو خط غير مستقيم كما في الشكل. لنقرأ معا هذا السؤال، تأمل الصورتين ثم أجيب. نشاهد في الصورتين صورة تمثل حبل غسيل، وصورة أخرى تمثل أسلاك الكهرباء. ماذا يشبه حبل الغسيل؟ بماذا يذكرك حبل الغسيل؟ نعم أحسنت، إن حبل الغسيل يشبه القطعة المستقيمة، فهو له نقطة بداية وله نقطة نهاية،
والآن انظر إلى أسلاك الكهرباء. تتبع بقلمك على أسلاك الكهرباء. ماذا تشبه أسلاك الكهرباء؟ أحسنت، إنها تشبه الخط المنحني. والآن عزيزي الطالب، في هذا السؤال لدينا أشكال، بعضها يمثل قطعا مستقيمة متصلة معا، وبعضها يمثل خطوطا منحنية. لنبدأ بالشكل الأول، اكتب عدد القطع المستقيمة لكل شكل من الأشكال التالية. ألف، من كم قطعة مستقيمة في ألف؟ الشكل الأول. أحسنت، قطعتان مستقيمتان. ثم أحسنت، ثلاث قطع مستقيمة. والشكل الأخير. أحسنت، خمس قطع مستقيمة. والآن لنتجه إلى فرع باء، هل يوجد قطع مستقيمة في الشكل الأول؟ أحسنتم، لا يوجد قطع مستقيمة في الشكل الأول. هل يوجد قطع مستقيمة في الشكل الثاني؟ لا، لا يوجد قطع مستقيمة في الشكل الثاني. والشكل الأخير، هل يوجد قطع مستقيمة في هذا الشكل؟ أحسنت، إنه يحتوي على قطعة مستقيمة وخط منحني. وكم قطعة مستقيمة فيه؟ أحسنتم، إنها قطعة مستقيمة واحدة. والآن فرع جيم، كم قطعة مستقيمة في هذا الشكل؟ أحسنت، أربع قطع مستقيمة. والشكل الآخر؟ ممتاز، ست قطع مستقيمة. والشكل الذي يليه؟ أحسنت، خمس قطع مستقيمة. والآن عزيزي الطالب، صلب المسطرة بين النقاط لأكون قطعة مستقيمة في كل حالة من الحالات. ألف، بين كل نقطتين على شبكة المربعات لتكون ثلاث قطع مستقيمة. يجب أن نمسك المسطرة وقلم الرصاص ونثبتها بين نقطتين، ثم نصل بين هاتين النقطتين بالمسطرة. هيا، صل بين النقطة ألف و س. ثبت مسطرتك عزيزي الطالب، وانظر إلى القطعة المستقيمة التي ستكونها، لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية. أحسنتم، هذه هي القطعة المستقيمة ألف س. والآن ثبت مسطرتك عند النقطة باء والنقطة ص، ثم صل بينهما لتكون قطعة مستقيمة. أحسنت، هذه هي القطعة المستقيمة باء ص. وأخيرا صل بين النقطتين جيم د مستخدما المسطرة. ثبت مسطرتك عزيزي الطالب، ثم استخدم قلمك لتصل بين النقطتين لتحصل على قطعة مستقيمة. أحسنت، هذه هي القطعة المستقيمة جيم د. والآن دورك لتصل بين كل نقطتين لتكون قطعة مستقيمة. سأنتظرك قليلا حتى تصل بين النقطتين لتصبح لديك قطعة مستقيمة. هيا عزيزي الطالب، ثبت مسطرتك بين النقطتين لام ونون. أحسنتم، هذه هي القطعة المستقيمة لام نون. والآن صل بين النقطتين ألف سي، ويجب أن تضع مسطرتك لتحصل على قطعة مستقيمة. أحسنت، هذه هي القطعة المستقيمة ألف سي. والآن عزيزي الطالب، لديك واجب منزلي، سؤال 6 و7 و8. أنت تتبع بالقلم لترسم خطوطا منحنية بأوضاع مختلفة، ثم تصل بخط منحني بين كل مجموعة من النقاط فيما يأتي.
انتبه عزيزي الطالب، إنه يريد أن تصل بخط منحنٍ. وأخيراً، سمي 3 قطعاً مستقيمة و3 خطوطٍ منحنية في غرفة صفك. ابحث واكتب لنا. عزيزي الطالب، أشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقي بدرس جديد إن شاء الله.